الخبر الأول اللي عدنا عن وسام تكت والسوريات الكلش غريبة اللي نزلها اللي قاعد يدعم بها الشواذ بالنسبة للأشخاص اللي ما يعرفوا شو يعني الشواذ. هم أشخاص طبعا محرم عدنا كإسلام ومحرم عدنا إحنا كمجتمعنا يا حبايب. هم الولد إنه ينام ويا ولد أو ولد يحب ولد وبنية تحب بنية. فنزل شوية ستوريات ويا وحدة هذه بنية هي شاذة حسب ما هو وضح بالستوري مالته لما قال إنه هذه بنية شاذة. بهذه الستوريات يا حبايب كلش غريبة. طبعا هذه البنية هي ما تحكي عربي مجرد تحكي إنجليزي. فكلام اللي قالت الوسام تكت إنه شفافك كبار وأنت شخص حلو وكلام صراحة كل صادم. بنفس الوقت طبعا احنا نرفضك اسلام واحنا نرفضك مجتمعنا. راح احط لكم الستوريات وترجمت لكم اياها ترجمة عربية. So handsome. Oh. It's cold but it's nice, right? Yeah. Pretty. You're talking about me, right? Yeah, sure. You have a nice Yeah, face. I'm looking prettier than you, right? Yeah. You're jealous. طبعا هو المتابعين صاروا تهجموا عليه على الكلام اللي قاله وعلى الكلام اللي قاعد يصير. فهو طلب شويه ستوريات طلع يدافع عن هذه البنيه بكلام صراحه كلش غريب انه يقول هذه البنيه هي انسانه رائعه ورهيبه ولازم ما نتهجم عليها. بالفلوق مالته راح نعرف كل شيء. ما ادري صراحه راح احطكم الستوريات تشوفوها. شيء كثير استغربته انه كثير ناس عم تبعث لي مين هاد؟ لك في منهم رفقات يا الله يا مو طبيعي الوضع يا بيكو بعت لي شو مشانه هاد؟ رفيقتي اللي كانت معي من شوي بنت هي بنت بس ستايلها بالحياة كله غريب وهي غريبة ويعني الشغلات اللي بتحبها وجوها وترتيبها مختلف كتير. صورتها بالفلوج اللي صورت لكم يوم لما جيت أنا. صراحة أنا وجهة نظري أشوف هذا الشيء كلش غلط. بالنهاية وسام تكت عنده متابعين هواي أطفال فممكن أنت تأثر عليهم لما تعطيهم هيك نوع من المحتوى لما يشوفون أن هذا الشيء عادي بالنسبة لك أو هو مجرد يأخذوا نص كقدوة ويشوفون أنه بده يسوي هذا الشيء عادي فممكن هم يأخذوه كمثال. ما أدري صراحة هذا الشيء مرفوض وأتمنى وسام تكت يحفظ يمسح الستوريات وبس. لها وصلت المقطع فجر مقطع بلايكات. شو رأيكم اللي قاعد يصير؟ مع السلامة.